ازاي الدولة المصرية ادارت ازمة كورونا؟ يعني احنا كنا متابعين طبعا في عز الازمة منظومات صحية متطورة في عدد كبير من دول العالم انهارت نتيجة لهذه الازمة، احنا ازاي قدرنا نخرج من التجربة الصعبة دي الحمد لله بنجاح؟ الحقيقة برضو زي ما قلت لحضرتك بان احنا اتعملت لجان، واللجان دي حطت خطة او استراتيجية، والاستراتيجية تواجبت مع الواقع المصري. يعني ما جيناش رحنا استوردنا شوف انجلترا بتعمل ايه عملنا زيهم، او امريكا بتعمل ايه عملنا زيهم. لا، اتحطت خطة، وبعدين مع هذه الخطة الامكانيات اتفتحت، يعني الدولة فتحت كل ما هو يعني متاح من امكانيات علشان نقدر ان احنا نوعي الناس، ان احنا نوفر الحاجات الوقائية، ان احنا نعمل نستورد التطعيمات اللازمة، ان احنا نفتح المستشفيات للحالات اللي هي حرجة وتدخل الرعايات المركزة. وحصل تناغم بين القطاع المستشفيات الجامعية اللي موجود في التعليم العالي، وبين قطاع الصحة اللي موجود في وزارة الصحة، وبين القطاع الخاص، وبين المستشفيات الأهلية أيضا. والحقيقة كانت ده أدى إلى أنه حصل يعني مكافحة واضحة جدا ونتيجة جيدة جدا. وطبعا في الآخر ستر العالمية ربنا يعني أولا وأخيرا، ربنا طبعا نعم سترها بالله معانا كشعب، الحمد لأن لله احنا يا رب. يعني شعبنا شعب طيب، ويعني يعني يحتاج كل معونة، كل حاجة مطلوبة يعني. طب احنا في عز الأزمة دي وزي ما كنت بقول في المقدمة طلعنا بحاجة إيجابية ومكسب يعني رائع الحقيقة، كلنا شايفين إن ده مهم قوي علشان الدواء أمن قومي، واللقاحات شفنا طبعا بقى في سيطرة ومين اللي ياخد، وبقت في أوراق ضغط، وقارة أفريقيا كلها 4% يمكن احنا النص فيها، فانتبهت الدولة انه ما نبقاش تحت وطأة اي حسابات او اي ضغوطات من اي نوع، قالت لا مدينة للدواء عشان دواء امن قومي وهنصنع اللقاحات، ما تدينيش لقاح بس لكن التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع. ده مهم جدا، وده بداية النجاح، يعني مش بس في قطاع الأدوية. يعني حضرتك مثلا لو انت محتاجة تصنعي عربيات، لو انت محتاجة تعملي حاجة في الكهرباء، في الطاقة، انك انت بتطلبي الحاجة او بتشتريها، لكن في نفس الوقت يبقى شرط من شروط اعرف اعملها ان ازاي انا بعد ازاي كده، اعملها، وازاي ادرب كمان الكوادر، ما بقاش في احتياج على طول ان ادرب الكوادر العنصر ازاي البشري. انها بعد كده، يعني لو نظام التي او تي، ان يجي واحد يعلمك، وبعدين اللي بيعلمك ده انت بقى بتبتدي تعلمي تمام القواعد الاوسع يعني. فده الحقيقة نقطة مهمة جدا، ودي مرتبطة الحقيقة أيضا بشراء الموحد، لأنه حضرتك في الآخر لما بتبقى الـ 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 الأمور كلها موجودة في جهة واحدة، وعارفة شايفة الواقع في كل مكان، بتقدر إنها يعني تعمل الأفضل والأحسن يعني.